كواليس حسم برشلونة لصفقة كوندي على حساب تشيلسي. كشف جراد روميرو عن الطريقة التي استطاع برشلونة من خلالها حسم صفقة كوندي والتغلب على تشيلسي، هذا وقد أفاد بأن لابورتا واليماني قد انتظر آخر عروض تشيلسي والتي وافق عليها إشبيلية لانتقال اللاعب، ثم قدم برشلونة عرضه والذي رحب به النادي الإنجليزي لتحسم الصفقة في النهاية لصالح البلوغرانا.